بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويعلمنا علما نافعا، ويرزقنا العمل به والإخلاص، ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أذكر نفسي وإياكم زخبركم أحواتن أبوتات عبدتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى زي درس زي قتالي خون حجز كب ربي سبحانه وتعالى حدثكو زي تمرت زي وكازي كتاب كجمر إلي نفسي تقيمي نحواتي خطأكم بثي الله سبحانه وتعالى زوفقنا نخالق نزخاخر سلازي كبزي عينة مسرة زي إذ خطاب زي ألا وهو رياض الصالحين. رياض الصالحين استفها لخطاب كم قد سعلي حزنا عب فيديو ريكورد جيرنا المقصود المتكلم الأول أنا مجمّري أنا بسي بحري نزل سمعو إن شاء الله كنت كم بذبل إذا برنامج زي إن شاء الله يجمّر اللقو النفتي مجمّري من يم إمام النووي رحمه الله بحيث أرزبال من قدي تاريخنا توم إمام النووي رحمه الله كم زي قداف موتهم علماء، ولكن عامة الناس زفلتهم التقي الزاهد رباني زقنو إمام فلوت زنبارو الشمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي نسبة إلى النوى، وهي قرية من قرية حوران في سوريا، ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه. إمام النووي رحمه الله دمشق أب سوريا ود سوريا زخونو إمام النووي رحمه الله كتاب زألفو زختبو علميهم حاتير كنسو الله سبحانه وتعالى تحاتير جزيئهم بركة غير اللهم وزوح كتب بل متحق راح ديكونس أملو أما تقبل النذر له كتحالي عبي مسكر ويكا علامة من علامة القبول نايزيهم إمام زيئهم إذا كتاب زي حزنا يزلنا رياض الصالحين مع اختلاف الطوائف والجماعات كلهم إذا خطاب زي كم حدا حبي
ናታቶም መርጃዕ ገይሮም ይጥቀምሉ ከም ኣክሰፕተንስ ገይሮም ኩሉ ሰብ የተፊቅ ካብዚ ክታብ እዚ ንምንታይ ኢማም ነወር ረሒማ ላህ ኣብዚ ክታብ እዚ ዝገደፉ የብሎምን ብጣዕሚ ሙፊድ ዝኾነ كان علماء يوصون بالتعليم هذا الكتاب الرياض الصالحين. إمام النووي رحمه الله ولد النووي رحمه الله تعالى في المحرم من 631 الهجري في قرية النووي مستولد أبزي مشد الشميتين سالة حدن بقزاة صباح الهجري قرآن ذا حافظ له ويكأن نشتي كله يبلو عصرت عمد كبابين كله أقول عدن تصاوتي لهم كجددهم كله ولكن الإمام النووي رحمه الله أبزعد مزي كم تنفلتو قلعاء تصاوت كبوي زفرتو جيزي ولكن الإمام النووي رحمه الله أبزي جيزي كشقرهم كله زي ما قول عدن معان تصاوتي لهم كشقر كله ولكن الإمام النووي رحمه الله كدفوني أيتعاوتين إليهم بينهم كيدهم قرآن ناي مقرأ انتين يروم تابين يروم أيتعاوتين نيروم بغلعهم حزم قرآن يفوتون نيروم حدا جيزي وصادف أن مر بتلك القرية الشيخ ياسم ابن يوسف المراكشي ازدبهلو حدا عالم ابتجيزتي إن حالف كله ري أمم فرأى السبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكى الإكراهيم ويقرأ القرآن. إمام النووي رحمه الله أقول عدك تأوتهم من سمدن أبيهم كبخي مسرعيهم من قرآن قور مسرعيهم فذهب إلى والده ونصحه أن يفرقه لطلب العلم إذن مسرعيه زيان عابشة نبؤهم كيدهم إذن قال عقازي خير ذلو قل عصبه زخاني بجاخا انتاي قبرو عاد علمي جيزؤو كم زحلف قبرو من علمي انتاي هبو اتناتو موهبة ايتبللو يعني ايتبكن دتكم قبرو سلازي احوات احاد اقول عود مثل نرئي اتحادة كئلت أبو انتين قبرهم نتبابع يوم وخاصة قلعوت قلعهم أبدين انتدقى أبي حفظ القرآن أبي خمزة عينت داز زبلهم انتدقى أخوينهم انتين قبرهم نتبابع يوم مور انتين هابهم نكرج نهابهم نتبابع يوم إمام النووي رحمه الله أبزي كمزي لهم عابيهم التي بحسر زبالة تاريخناتهم بزح كتاب تحيفهم كتاب حادي كتاب تحفو إزي أبي نازل له رياض الصالحين كالي كتاب الأذكار كالي شرح صحيح المسلم كفت عبيتي تباهيزو لتصوع إمام 40 النووي كفت كل سبز فلتو كتب إذا مسؤولون كالق إذا أبحث سرقزي يعني يتقارب ما بين 48-46 عام ترحم نبيرهم 40-40 منتن عمد أبزعد مزي بزوح كتب تعيفهم نزي أمازي أبركتم كانت حاد عبي كتابناتهم إذا أبيدنا زلو إن شاء الله تأسلنا من مهارو جنبيرنا يوزلنا رياض الصالحين صاحب الكتاب إمام النووي كونو إذا كتاب حيزي يوزلخو ولكن إذا كتاب زي شرح زقبروغ أني شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله شيخ عبد زمن نازل وبرو كمتي بزح سب زفلطن ود سعودية خنصو ملو عالم بعلمهم ماجوريتي بعلمناتهم زي ما ذكر لهم سبعي شيخ محمد صالح العثيمين نزل كتاب زي شرحوه فما بالك إمام النووي ناتهم كتاب أكل أمة مبزحة تقبال نزل لهم دحريك أنا نزل كتاب زي خاني
الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله شرحهم كله سلازي كتاب زي نور على نور بتعمي أقداس زخنة كتاب نور زخنة بتعمي إيزي جيرم الشيخ محمد صالح العثيمين قلت أون كله زي كتاب زي سلازي بقومي إيه مريض إيه زي كتاب زي من مهارو زي بتعب عني حتى الزبالة ناي الشيخ محمد صالح العثيمين تاريخ مرئي اسمه هو نسبه شيخ شموم نزي شرح نزي رياض صالح نزقفرو هو أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي. ولد الشيخ العثيمين رحمه الله في مدينة عنيزة مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم قرب أقرب رياض وطيل كازر السعودية العربية أو ازدولدو الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم شحن 347 عامة مرد هجري 27 الموافق لرمضان في عائلة معروفة بالدين والاستقامة فاميليناتهم ازدفلتوا بدين باستقامة زنبورون فاميلي كابون توليدان تزوج الشيخ رحمه الله من امرأة واحدة وله من أولاد ثمانية حمسة بيت نيراتهم حالي مزيم تمرئم كبقى قبضاء سبيت زي أشمون تولى نيروهم كبقاتهم خمسة ذكوريهم حمشت أوداتهم وله من إنا ثلاثة خاء دك نستيهم طلبه للعلم وشيوخه كما يجيرهم علمي قسيمهم كما يجيرهم تحلمهم زبل لقد اتبع الشيخ رحمه الله طريق السلف الصالح في طلب العلم تمنهجناتهم تناتهم من قدي نايمان نيرو ناي سلفنا الصالح من قدي سلفنا الصالح من قدي استخدته لأمير الشيخ سلفنا الصالح كنا بنتكلم من يوم صحابة تابعين تابع تابعين نايزي أم من قدي نايزي أم understanding نايزي أم رأي نايزي أم نايدين انتهي قبل understanding ماي سلفنا الصالح كابو إيوم نيرم اتي تمرت أو ساسجون فبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو طفل صغير بنيش الأم كله حفظ قرآن جيرم فغرى على جده لأمه شيخ عبد الرحمن ابن سليمان آل دامع زي أبا حق أميهم بدي أم سايد أبا حق أم انتهي السوم يوم جمري قرآن دقروهم ثم لازم الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي الشيخ السعدي معروف شيخ المفسر بتعمي انتاي بزح يزين مسؤوم لازم من بزح علمي قوام خصيبهم الذي يعود شيخه الأول مجمّر يا عبي شيخ ناتم كينو زقود شعرو شمام صلى الله عليه من ناتم شيخ شيخ السعدي رحمهم الله للجميع نعم واستفاد منه قرابة 11 سنة سطح هذا عمت لازم أمام شيخ ابن عثيمين شيخ السعدي فكان من أبرز طلابه كبت يوم قدام قصو تمهر ناتم نيرون وفي أثناء مواصلة الشيخ العثيمين لدراسة نظامية في الرياض قرأ على علامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من رياض مسكودو تحت من قرئهم تحت شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صحيح البخاري وبعض رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الكتب الفقهي ولم يرحل لطلب العلم إلا إلى الرياض حين فتحت المعهد العلمية عام 1372 فألحق بها أبرياد كيدوم زيت المكتزي انتاي أفتي يونيفرستي انتاي جيرم أفتي معها تمزي بهم أو علم قتل لهم واستقل وجوده بالرياض أبرياد مسكودو أبرياد مسكونو شيخ محمد العثيمين رحمه الله فدرس على شيخ عبد العزيز بن باز فقرأ عليه صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية ولما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى الشيخ ابن عثيمين إمامة الجامع الكبير بعنيزة إمام كينم أفتي الجامع الكبير أفتي عبي مسجد
ኣብ ዑነይዛ ዝርከብ እሶም ኮይኖም ኢማም ማለት እዩ ኣብኡ ተድሪስ ዝገብሩ ፊ ክትብ ዑነይዛ ኣልወጣንያ ብልኢضፈة ኢላ ተድሪስ ብልማሓድ ልዕልሚ ثመ እንተቀለ ኢላ ተድሪስ ፊ ኩልየة ሻሪዓ ወእሱል ዲን ብፈርዕ ጃምዓት ልኢማም ሙሓመድ እብኒ ስዑድ ልእስላምያ። ስለዚ ሸክ መሓመድ ሳልም ዑተይሚን ካብ ሸክ ሳዕዲ ረሕማ ላ ብዙሕ ትምህርቲ ወሲዶም ዘዕሊ 11 ዓመት 1 ዓመት ላዚሞሞም ምስኦም ኮፍ ኢሎም እንታይ ገይሮም ዕልሚ ከሲቦም ድሕርኡ ሸክ ዓብዱልዓዚዝ ብን ባዝ ረሕማ ላ ብርያድ ምስ መፁ ካብኦምን ሳሂህ ቡኻሪ ከዛሊክ ሪሳኢል ሸክ ልእስላም ተይሚያ ረሕማ ላ እንታይ ገይሮም ካብም ተማሂሮም أخلاق الشيخ رحمه الله كان رحمه الله صورة حية للعالم العابد المتمثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله إكزامبل نيرم بتي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم زبولنا زمسلوس أي نيرم الذي كان خلقه القرآن تعني أب قرآن زنبرم أب حرام حلال أب سنة سرعات أب تنبو طبعين من الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم بتعمين تاين يرم خلقه القرآن. فقد عرف رحمه الله بسجية السماحة وحلمه وسكينته تعمي سكينة زنبرم رجوء زخنو سبر زنبرم ووقار دس زبلو حيبة زنبرم. وإن الناس ليجتمعون حوله أينما وجد بتعمي شغل عثمين تلقى حليفهم ويكوفي لهم تماهروا متهم أبتقوهم حدا زحدد حدا شفاعة زحدد حدا كمز قدال لني كمز قبور لي زبل حدا مسألة ناي علمي زلو يعني بيزني رم هيوتهم بملؤوا أب في سبيل الله حليفهم جيهم شيخ زي أمنا رحمهم الله. سلذا حياتهم كله أب منفعة الناس وأب صبر كاب أذى كاب كله أب هوتهم كم زعينة زي أب علم والتعلم حنفهم يزعون مذهبه العلمي أب علمناتهم انتين يرو إنا كنت انت لأخو إنا كان رحمه الله متبعا للدليل دليل صحيح انت لأخو إنو السيوم زغطه لنيرم السيوم زغطه لنيرم. وتمثل هذا جليا في شرحه الممتع على زاد المستقنع في تابزي. وإن كانت كثيرا من ترجحاته توافق ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه بزح تأثيرا كاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كلتي أم زي أم قائمة بزح كاب أم تفتواناتهم بزح فتوى ويترتقاب أم وسيدهم وغناتاتهم انتقبر نيرهم يغتلوا نيرهم. ولكن كان أحيانا يخالفهما للمقتدى الدليل ولكن حد يزين لنشر الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم آراءناتهم كمان انتقبر نيرهم يختلفوا نيرهم على حسب انتقبر دليل قوي زخانة معرفة. وأثر عنه قول شهير يساوي ذهبا وهو استدل قبل أن تعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتدل إذا خلص هذا عبي زربا زبل وزن وبرو نيشغ معثيني رحمه الله إذا فلت قلو انتهي بلون يرم مجمّريا دليل مجمّريا تعلم معلك مجمّريا تعلم مجمّريا دليل فلت دحري أمنه نتي دليل غيركا زم أقاي وعلمي دحرين تاي قبرو قد أبلك حزة أبل بها قصرو اعتقاد قبرو اللو تنكرو إتي دليل إتي ترجير زخاني دليل مستمهاركا اعتقد دحريو ولا تعتقد ثم تستدل فتدل ولكن مجمّر يا أي تأمن أي تأمن مالت أنا رئيو إنيري أنا زي أتفلت أنا سمعه وزيو كم زي أني ريلكا أمينكا مجمّر يا بزي دليل مالتي بحراي دليل مستقبل لها ويكا دليل مسار أيوها لا لا أنا إذا دليل زي سلا زي فلطو سلا زي سمعكو سلا إلى آخره سلا زي مجمّر يا انتائي الزرابة نيشان عثمين ورق إذا كان زرابة مجمّر يا دليل مجمّر يا علمي
ثم اعتقد شعو انت اكبر طب امنت قيره ولا تعتقد مجمر يا قلنا امنت هاي تكبر المنتاي بزي دليل معلج بزي دليل امنت هاي تكبر ثم تستدل فاتو دي بحراي مجم بحراي اذا دليل مستبه لك قليل من الناس يسترجع زي ذهب كموني دليل زي انتايلو زي ملاس قليل ولكن اكثر الناس انتايو انا زفلتي ناي بوتاتي ناي كنزيلو بيت الزفلت او كخيد مبزحت وسب ولكن اتي مجمريا للقبة انتايو مجمريا علمي مجمريا علمي مع دليل القوي قرآن وسنة على فهم سلفنا الصالح ثم انتايت قبرو اتزدمار كايو قد قبل كان حزب شيخ رحمه الله مراده الأخير نجمع أما تشعر الشاهي وتوم كمزي مثل شيخ رحمه الله أصيب رحمه الله بمرض السرطان القالون القولون كانسر رحمه الله أب معاناته ناتهم قيرم وأما إلحاء نعم وأمام إلحاء ولاة الأمر بالمملكة سافر الشيخ بطائرة خاصة بأمر من ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشخيص المرض. أبتنا مش أمر شاد نجيهم أجدد مم لازم تخذوا لكم تعلجوا لكم حكمنا تقبر لكم يوم شيخ مس قبتي يوم أبتي جزء نبورو ولاية الأمر نجاوس نبورو انتي لمم كيلو لمم ولاية الأمريكا نبي أب أمريكا نتيام نحكمه ويذكر المغرب المقربون من الشيخ أنه حين عرض عليه الفريق الطبي الأمريكي العلاج بالإشعاع النووي ووضحوا له أنه يسبب تساقط الشعر سلازي إذي حزكم زلو انتهي إذي حزكم زلو حمام صلى الله العافية بعد كل أخو شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يكره أن يقال أن يسمى سرد مرض السرطان بمرض ايش الخبيثة مرض خبيثة لكم عين تصوحوا ويبلون يرم شيخ رحمه الله نمنتايو إذا مرض زي خبيثة يكون نمنتاي حدثة انت دقى بازي حمام زي حميم وصبر انت دقى قيرو زي مرض زي نعو يوم القيامة انتايو خبيثة يكون بل يرفع درجاته بأنه صبر على إيش على مرضه لازمهم إلكم أن تشعروا زحمان زي إبل نيرم شيخ رحمه الله وكذلك the same time شيخ رحمه الله بقوه حميمهم على أمريكا مسمت اليوم دكاتر انتهي لهمهم زي الليدر كم قبروا لكم هنا مش قبرنا قن كم زي انفلتوا كانسر زحمه مسابات مستقبرت حكمنا نسأل الله العافية ربي عافية هبنا كم زحمان زي انتهي قبرنا نت أكبر لنا نجم حميم زلوا حواتنا ربي ملعا في هبهم سلازي تي ليدر حماق الكبيريو نتي أم نفسخة زلوا تشغري انتهي قبرو يوردو اي يوردو اي يعني يبلاكات تشغري سي سبحان الله يرد فيه قموا مستبهلو حتى شعر اللحيتي شيخ رحر انتهي لهم ولا نايش أحمي أنا زي حكمنا مزقبور كسي ولا تشحمي دي وخرقف إلهم حديثهم سبحان الله شيخ رحمه الله كان يعزم السنة فقال نعم قال لا أحب أن ألقى في ربي بلا لحياء الله أكبر شيخ رحمه الله حكم الناقركم زيج أقركم مترقف ولا تحمهم ونعم ولا تحمهم كرقفي نبس دحراي ابن عثيمين رحمه الله إلهم لا أي قبرون يزي نمن تاي آنت بحنقو انتم متكسي ربي بزيج حميك رخبو ويكأت قبريسي مستي أم ملك بزيج حميك كرخب أي دليني دا ربسي بزيج حميك كرخب أي دليني حميمهم أب أخرى لو محكمنا يفك أبيو أسباب كتقبر كتعلج أمونغو من بارن زي من بارن حتى ولكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله أبى ذلك لا كم منا الآن تحمي زي قدس سنة زي قدس بعد تقالي
فلازي شيخ انت قيرم أبيون أبيون. ثم عاد رحمه الله إلى المملكة وأدخل المستشفى الملك فيصل، ثم غادرها في التاسع من رمضان إلى الحرم المكي حيث يلقي درسه اليومي عبر مكبرات الصوت من غرفة خاصة له داخل الحرم. أبلي آخر عدمي أم عن مكة فمليسهم شعو حكم الناخي قبرو عن مكة خوفي لهم اتي بميكروفون كابتيناتهم كلاس كينون جمهور وزن قبرو جميرهم مكبرة صوت من غرفة خاصة له داخل الحرم بجوار باب العمرة ويجيب على الأسئلة، إلا أنه لم يكن يستقبل الزيارات. ثم غادر إلى المستشفى ودخل العناية المركز وتحسنت صحته، إلا أنها ساءت مرة أخرى حتى قضى أجله رحمه الله. شيخ رحمه الله كم زعينة ذيه وتخليفهم أم مجهر شاعد يوم حتى حدثنا كبه وتم انتخبوا بريد ليون تقدلوا أيد ليون تقدلوا أيد ليون به وتم انتقرم به وتم سوي أم كتب التقل به وتم حلفهم نسنة نسنة به وتم حلفهم لا إلهم أزين تهيرينا شيخ كندينيرون أبتينا توم تنكارينا يسنة علماء رباني زبحالو علماء نايب حقي رب زفلت ولهم إذا على ماناتوني أبسونا ترير زخوني كبير زخوني انتاي موقف نيرون. في ساعة السادسة من مغرب يوم الأربعاء ربوع مغرب 1421 الموافق 15 هجري وداخل المستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، استرد الله وديعته وسادعت روح الشيخ ابن عثيمين إلى باريها بعد حياة حافلة دامت 74 عاما وثمانية عشر يوما. أبزع المزي خندي مالتيو 74 سبعا أربعة قدمي أم انتاقي رم شيخ رحمه الله كابزي الدنيا زيتا فاليوم كابزي الدنيا زيتا في اليوم ملؤزخون عدميهم ربزخهم ربز وفقهم خير ذلو عمري أب معمور زخون أب في سبيل الله أب علم أب تقمن أم زحلف ومزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه الشيخ رحمه الله في درجة العليين إن شاء الله. سلازي إذا بحث أرزب عليه كان إمام النووي رحمه الله قد سلنا شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله اللي أنا يو حث أرزب على تاريخ نيجي أم كلبت أئمة نيجي أم كلبت عبيتي زوات تمرتي ولكن كاباي حد دخوم قدر دي فلت ولكن فذكر سلذبل الله سبحانه وتعالى إن نفعت ذكرى أنا نفسي تتك إيمان عاكم قتك أم سلذبلكو بتزكى على النا ربي زحب النا نفسي ذكيرين عاكم كذكر إذ درسي إن شاء الله خنجمر. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. إذي باب زي بمنتهي باب جميرهم باب الإخلاص وإحضار النية. باب النية أو اشتخال تقبرو أب زقونة تقبارات كات تقبرو منتهي قونا اللو بزبل النية أب زقونة تقباراتنا انت عينة نية لينا بزبل باب جميرهم الشيخ الإمام النووي رحمه الله. قال الحق تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه: النية، النية مالت نتائي وإبلو شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، محلها القلب، محلها القلب. بوتا بين نية تدعينا بوتا قبل بناي، قبل بناي نية محلها القلب، ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال. نسمى الحسنة من مزر راخد نقرية باللان، نية نسمى الحسنة من نقر زر راخد نقرية باللان. مالت هذا حدث بعد نسمع المسجد، نويت أصلي فرض صلاتي مثلا الزهر 4 ركعتين مأموما مقتديا إلى آخره، إذن لهم حوي لهم النية زقبر زنبور سبات نسمع نيرنا، ولكن إذا نية زي بملحس كام بال إذا خط حاجة لدعيو زي فكر نقري نمنتين نية بوتاناتا انتا بوتاناتا لبناي وشتي. ولهذا كان من نطق النية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من أعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه. هذا سب انت دعا وضوء قبر كله نويت أتوضع له عويله، انت دعا صدق أخوته خينه نويت أتصدق له، سجد انت دعا خينه نويت الصلاة، انت دعا حج نويت، إذا نويت نويت الكام البال إذا عويلك مزرب قام الحاسك موتا انتايو بدعي له الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله. نعم لمن تأي بدعا خينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ نبزع سلم ودي قبر نيرم أبيوتم، ويصلي صلاة سجد نيرم، ويتصدق صدقاء يوتو نيرم، ويصوم ويحج، ولم يكن ينطق بالنية حادة مزقبة سبيلا أي تسمعون نبي عليه الصلاة والسلام نويت أصلي قبله، نويت أتوضأ قبله، نويت أتصدق قبله أي تسمعون. الذي هذا حد كتب ينسب إلى إمام الشافعي، ولكن إمام الشافعي بريء عن التلفظ به السنة زبل تمرتنيرو، ولكن ذي الإمام الشافعي ينسب إليه، ولكن لا بالغلط الإمام الشافعي انتهي نتعين كبزربازي بل وتلفظ به إيش بدعاية، وذلك لأن النية محلها القلب، نية محلها القلب قبل بي بوتاء سجد انت الكا صبحي هج مثلا صبحي ساعة حمشتي ساعة كامليكا فتس كسجد الكا إذا بعد انت نية سيام رمضان ماتيو سحور كنت سنكلنا يتم تسعنا صباح من قوة خمس أو ميلنا قبل بنا مقبارنا إذن بعد نية نمن تايسي بزي نية حمل يلن هذا سب عاقل كينو مختار كينو كي تقدره بعلو دليو هذا أكشن هذا تكبر تقدرهم كله إذن نية عين بعلو سلازي بزي نية تكبر يلن بزي نية تكبر يلن سلازي. والله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء كما قال الله سبحانه وتعالى من تعرف نقرأ من ها تسمع نويت أصلي لك وين ويتو أتصدق نمني حق تفلطو لا الله سبحانه وتعالى زفلق ناي لبنا ناي مسترنا ناي وشتنا زفلق جيتا الله سبحانه وتعالى. قل إن تخفوا ما في صدوركم بل انت حبيكم موكت وشت لبكم دلو أو تبدوه يعلمه الله ولا انت وطأكمو ولا انت حبأكمو سي الله سبحانه وتعالى انت ينعو كل زد أفعنا ديري الله لازي رب سبحانه وتعالى خلنا نقر لنا نويت نويت مبال إذن تأيو أي فكر دنيو لازي وشتيو إثنية قبل بنائي. ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع العبادات فلازي تمنى قبرو نقر كله انتهن قبرو لنا نربي سبحانه وتعالى إلنا كنصر حوي قبأنا، وأن لا ينوي العبادة إلا وجه الله ودار الآخرة إثنى قبر النجار إثنى قبر صرح كاب رب سبحانه وتعالى كم كبل تأجرناته يوم القيامة
ረቢ ሕጎሰልና ኢልና ክንገብር ኣለና። እዚ ምዝህሉ ኣብ ልብና ስብሓናላህ ሰብ እንተፀረፈና ወይ ሰብ ተመጎሰና ወይ ሰብ ዝበለ እንተበለና እንታይ ንገብር ኢና? ኣይግድሰካን ኢና ምንታይ ትትገብሩ ኩሉ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ኢልካ ስለ ትገብር። ስለዚ ደሩሪ እቲ ንገብሩ ኩሉ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ኢልና ክንገብር ይግባአና። وهذا هو الذي أمر الله به في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. زيهم تعزيزهم انتي كقبروا ليعبدوا الله ربيك جزؤوا مخلصين له الدين إخلاص جيرهم رئي هذا يبلو سمعا يبلو يسجد ذلك نسب زي كونسين ربي ሰደቃ ክህብ ከለኹ ሲ ክስማዕ ኣለይ ደይኮነስ እዋ እከለኮ ማሻ ላ ክህብ እንከለኮ ዋዋዋ ናቱ ንበይኒ እዩ እሱ ምስሰማዕ ማሻ ላ ደስደስደስ ይብለካ። እዋ እዚ ደኣ ማሻ ላ እንዲ ክቐርእ እንከሎ ኣየቲ ቁርኣኑ ክጥዕም ምስ በሉካ ሲ ደስደስ ይብለካ። ላ ንዓም እቲ ጉሻራ እቲ ሰብ ቀበልያ ምስዝህልዎ ረቢ ምስ ዝፈትዎ ኣብ ኣዱንያ ከሎ ኣብ ሂወቱ ከሎ ሰብ እንተመጎሶ ሽግር የብሉን። ወላኪን በቲ ዝበልዎ ብኡ ተጠቂሙ ብኡ ተጠቂሙ ሓደ ሓደ ኣክሽናት ምስ ዝገብር ማለት ሰባት ኮፍ ኢሎም ፀኒሖሞ እሱ ምስ መፀ ክትስእሉ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ንዕኡ ፍልይ ዝበለት ምግቢ ክቕረበሉ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ እሱ ንምንታይ ቃርእ ስለዝኾነ እሱ ንምንታይ ሸክና ስለዝኾነ ፍልይቲ ቦታ ክወሃቦ ከምዚ ክግበር ላላላ። እዚ እንተ ደኣ ኣኸቲሉ መፂኡ ምስቲ ተግባር ናቱ ሰብ ዝፈትወሉ እሱ ጌጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ጌጋ እዩ ዘሎ። ወላኪን እቲ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ናቱ ተግባር ተቐቢሉሉ ሰባት ፈትዮሞ እንተ ደኣ ፅቡቅ ኣልዒሎሞ ሃዳ ቡሻራ ቁዲመ ኢለይሂ ፊ ዱንያ ከማ ቃል ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም። ግን እዚ ምስሰምዕ ላ صحابة رضا الله تعالى عليهم انتين يرم بل عبد الله ابن عمر قبز بولولوك موتهم كلوسي صحابة تسيئهم قف كبولوهم كبرس لذنو بورهم لكن ما كان يحب ابن عمر رضي الله عنه لا قف قف كلوك تزدبلكم انا بتزلقوا ابزرقوا بقوب وتعقف زبل. فالذي يختلف اسخاء نخصم علي الكاتو قبرون تدعقون كان انتين افكتي قبركائي ኣፌክቲ ገብረካ ሰባት ምዘናእሱካ እንታይ ትኸውን ትሓርቕ፣ ምስ ዘኽብሩካ መሊስካ እንታይ ትገብር መሊስካ ኩርዓት ትውስኽ። ስለዚ እዚ እቲ ዓላማ ንረቢልካ ዘይምግባር ማለት እዩ። ንረቢሉ ዝገብር ሰብ ግን ወላ እንተመጎስዎ ወላ እንተፀረፍዎ እንታይ እዩ ወላ ሓንቲ ካብቲ ናቱ ስምዒት ኣይጉድልን እዩ ኣይጎድልን እዩ ማለት እዩ። ንዓ ኣብዚኣ ንእሽተይ እቲ ንያ ሰለስተ ነገራት ይብል ሸክ ረሕመላ። ኣብ ንያ ደኣ እሞ ተግባር ክንገብር ከለና፣ ሰላት ክንገብር ከለና፣ ውድእ ክንገብር ከለና ሰለስተ ነገራት ምንዝክር ምስ ንገብር ካመል ንያ ኢሎም ሸክ ረሕመላ ገሊፆም። ኣልኣወል ንየት ልዒባዳ ሓደ መሰለ ውድእ ክትገብር እንተ ኮንካ ውድእ እንተ ክትገብር ኮንካ ኣነ ውዱእ እገብር ኣለኩ ኢልካ ነቲ ኣብ ውዱእ ትገብራ ክትዝክር ኣለካ ብልብካ ማለት እዩ። ስ ኢልካ ምፅ ኢልካ ምሕፃብ ኣይኮነን ላ ኣነ ውዱእ ገብር ሕጂ ኢልካ ኣብ ልብካ ክትሕድር ኣለካ ማለት እዩ። ኣታኒ ንየት ኣንተኩነ ሊላህ እዚኣ ውዱእ ዝገብራ ዘለኩ ከዓ ንምንታይ ንረቢ መሰለ ቁሩ ኣሎ ኣብ ቁሩ ንከሎ ስ ውዱእ ይገብር ኣሎ ንኸይትበሃል ላ እዚ ትገብሮ ዘለኩ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ካሰተን ሰብ ክድቅሱ ንከሎ ምስ ሱና ኣብዚ እዋን እዚ ጠፊኡ ዘሎ ሱና ኢላ መራሕም ላ ክንድቅስን ከለና ውዱእ ጌርካ ምድቃስ መሰለ ሓደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ጠባይ እተ ኣለዎ ኣብ ሂወቱ ውዱእ ክገብሩ ከሎ እንታይ እዩ ንረቢ ኢሉ ትባዕ ነቢ ስለ ላ ሰለም ኢሉ ንክገብር። ስለዚ እቲኣ ትገብራ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ኢልካ ምግባር። ኣልሳሊቱ ንየት ኣነሁ ቃመ ብሃ እምትታልን ሊኣምሪ ላህ ሳልሳይ ከዓኒ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ الله سبحانه وتعالى سلذ أززني الله سبحانه وتعالى سجدوا سلذ بله يسجد له الله سبحانه وتعالى ودو قبرو سجدوا تدعى دليكم سلذ بله أنا ودو يقبر له سلذ سلذ تزين
ከንገብርን ነገራት ኩሉ ጊዜ እንታ ከንገብርና አለና አብ ልብና ሓድር ክንከውን አለና ሓንቲ እንታይ ኣ ንየት ልዕባዳ እቲኣ ተግባር ንገብራ ዘለና ዒባዳ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ልብና ሓድር ክንገብር ኣለና ንምንታይ እዚኣ ሰግዳ ዘለኹ ሱናኣ እዚኣ ፈርዲኣ እዚኣ ኢልካ ኣብ ልብኻ እንታይ ሓድር ክትኸውን ካልኣይ እንተኮነ ልላ ስብሓን ወተዓላ ንረቢ ኢልካ እቲኣ ተግባር እቲኣ ምግባርካ ሳልሳይ ከዓ እምትሳል ሊኣምርላ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ረቢ ስብሓን ወተዓላ እምትታል ክገብር እየ ምባል وهذا أكمل شيء في النية كذلك في الصلاة وفي كل العبادات وذكر المؤلف عدة آيات كلها تدل على أن النية محلها القلب لذلك كل قرآن يكون إن شاء الله زمان تزور له حديث نرئي انتائي كبرها لنا ايو ايتي النية اتبوتونا وتنتائي قابل البئيو أسأل الله سبحانه وتعالى إذي جنجرنا يزل لنا أقل شيء أربعة أربعة دقيق ويكعا ካብኡ ዝውሕድ ሓታት ሰብ ከይስልችዎ ሓደ ሓደ መልእኽቲ እንተደኣ ኣለኩም ወይ ሓደ ሓደ ነፂሓ እንተደኣ ኣለኩም ክኸውን ዝግብኦ ነገራት ወይ ከዓ ጉድለት እንተደኣ ኣርኤ ወይ ከዓ ኣለኒ ንዓም ካብ ጉድለት ዓዲ ኣይንውዕልን ኢና ስለዚ ኣራእ እንተደኣ ኣለኩም ኣብቲ ናተይ ካሳ ኢሜይል ኣሎ وكذلك في فيسبوك يكون في برايفت في برايفت نصيحته بسبات ان شاء الله كله مقبول ان شاء الله وكله كم زبلكو اوبن لنصيحه يكون خالنا خالنا غيرات زياده يكون زبقو وي كازغود لنغير نتلو وي كون زلو وي كيكون كله ارا انت لكم ان شاء الله قبل جلو يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويعلمنا علما نافعا ويرزقنا الإخلاص فيه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين كم زند أبدنا إن شاء الله ربي وفقنا إذا خطاب زي كنكيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.